وبرضو عاوز يوصل لك رسالة وانت هترد عليه. حبيبي الله. إذا اتكلمنا عن كابتن حسن علي فإحنا محتاجين حلقة كاملة عشان يعني نقدر نديله حقه. هو واحد من أساطير حراس المرمى في مصر على مدار التاريخ، من الحراس القلائل الذين لعبوا لمنتخب مصر ومثلوا منتخب مصر خير تمثيل، وطبعا تاريخه الكبير مع نادي الترسانة. أنا من ساعة ما وعيت على الدنيا وأنا صغير طبعا كان بالنسبة لي كابتن حسن علي يعني من الأيقونات اللي بالنسبة لي في حراسة المرمى. طبعا كان بيتميز برضو كابتن حسن علي بأن ليه أسلوب خاص عن باقي الحراس المرمى، وطبعا كان بيمتعنا وهو بيلعب. وطبعا أنا كمان كان ليا الشرف إن أنا يعني تعاملت مع كابتن حسن في نادي الترسانة عندما توليت تدريب حراس مرمى نادي الترسانة سنة 2006 مع كابتن فاروق جعفر. وكان هو كابتن حسن علي من الناس اللي كانت بتساعدني وكانت بتعاوني يعني، وكانت بتديني النصايح كتيرة وما تأخرش يعني ان هو يساندني. في كانت بالنسبة لي اول مهمة يعني مع فريق دوري ممتاز، وهو ساعتها يعني كان من الناس اللي وقفوا جنبي وساندوني مساندة كبيرة جدا. وانا علاقتي بكابتن حسن علي علاقة طيبة جدا، وطبعا يعني ليه مني كل التقدير والتحية. بقول له كابتن حسن علي انت يعني كنت خير نموذج لينا احنا كحراس مرمى وكمدربين حراس مرمى على مدار التاريخ. استمتعنا بحضرتك على مدار سنوات طويلة، وكان لينا الشرف ان احنا يعني عاصرناك كمدرب وتعلمنا منك حاجات كتيرة جدا. ويعني انا سعيد جدا ان انا متواجد في هذا اللقاء، وسعيد جدا ان انا يعني كان ليا الفرصة ان انا اتكلم عن حضرتك.